السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسطيله بشكل جديد اللي كتجي رائعه بزاف، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها، بجوج حشوات مختلفين. نتمنى ان شاء الله تابعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير ديالها والطريقه ديال التحضير ديالها. الا كنت اول مره كتزوروا القناه، نتمنى ان شاء الله تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد القناه. والا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنساوش تخليوا لي واحد اللايك وشي تعليق وتبارطاجوا الوصفه مع عائلتكم وحبابكم. نبداو على بركه الله. بالنسبه للشرموله ديالنا غادي نحتاجوا فيها الزبده. درت هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده مذوبه، درت هنايا الفلفله، درت نص معلقه صغيره، وغادي ندير هنايا التحميره. غادي ندير معلقه كبيره ديال التحميره، وغادي ندير المعدنوس المقطع. عندي هنا 3 ديال المعالق كبار ديال المعدنوس، وغادي ندير الثومه. غادي ندير 3 ديال الفصوص كبار ديال الثومه، غادي نحكهم بطبيعه الحال. انا غادي نضيف العصير ديال الحامض، باقي غادي نضيفه في الاخر، وغادي ندير الملحه. فانا هنا درت الملح ديال الهيمالايا، فكيجي يعني رائع في البسطيلات، خصوصا في البسطيلات كيخرج لنا المذاقات ديال الحوت، كيجي رائع بزاف. هنايا درت الصلصه ديال الصوجه، فانا درت الصلصه يعني ثقيله. وهنا درت صوص نيوكمان ولا الصلصه ديال السمك، درت فيها تقريبا 5 ديال المعالق كبار ديال الصلصه. وغادي ندير هنايا هاد العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، غادي ندير تقريبا واحد المعلقه تكون كبيره. صافي، هنا غادي نخلط الشرموله ديالي، غادي نخليها على جنب، وغادي ندوزو باش نوجدو يعني الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو هاد المكونات كما كتلاحظوا. غادي نحتاج 500 غرام ديال لادنت، كسدر ديال الدجاج اللي متوفر عندكم. عندي هنا نص كيلو ديال القيمرون المنقي، وغادي نحتاج نص كيلو ديال الهبره ديال الميرنا. يعني غادي ناخذ الميرنا غادي نقيها، وغادي ناخذ غير الكفته ديالها ولا اللحم ديالها. غادي نحاول نقيها بهذا الشكل، نحيد لها داك السنسور، وغادي ناخذ معلقه وغادي نجرب هذاك اللحم ديالي، وكا كنحصلوا على الكفته ديال الميرنا بهذه الطريقه. يعني كنقيو، يعني كتبقى عندنا غير الجلده، كناخذ داك اللحم غادي كيتحيد. صافي، غادي نصوب دوك الاخرين اللي بقاو عندي. المهم غادي ناخذ فيها حتى هي 500 غرام ديال الكفته، هذا هو الشكل ديالها. فبالنسبه للدند والقيمرون وال يعني الميرنا، غادي ناخذ هنا الطحانه، غادي نطحنهم كلهم، يعني غادي نحتاجو نديرو فيهم كفته. غادي ناخذ القيمرون كما كتلاحظوا، يعني غادي تاخذوا كيلو وتنقيوه هكا باش يبقى لكم نص كيلو ديال القيمرون. صافي، غادي نطحنوا، فواخا يبقى لكم شويه دوك الطريفات يكونوا كبار ماشي مشكل، غير حاولوا تطحنوه شويه باش كنتحصلوا على كفته ديال القيمرون على هذا الشكل. صافي، غادي نحيدوها على جنب، وغادي نستمروا نفس الطريقه. غادي نطحن داك لادنت حتى هو، وداك يعني الميرنا ديالي حتى هي غادي ندوزها شويه في الهاشوار. هكا كنحصلوا على الكفته ديال لادنت، حتى هي غادي نحيدها على جنب. ديك الكفته ديال الميرنا حتى هي غادي ندوزها شويه في الماكينه. وكا تتكون الحشوه ديالنا يعني موجوده، يعني كتكون الكفته والقيمرون والميرنا، يعني كيكون كل شيء موجود عندنا مطحون. وهنا في اناء كبير ولا في بول غادي ناخد هاد المكونات كامله اللي طحناها، الكفته والقيمرون والميرنا، كلهم غادي نخلطهم، نحطهم هكا في اناء، وغادي نضيف عليهم ديك الشرموله اللي صوبت في الاول.
كان يعني اللي شفتوها باقي خاصكم، فأنا شفت يعني قليلة ديك الشربولة اللي صابت. غادي نضيف ليها باقي شوية ديال العصير ديال الحامض، وغادي نضيف ليها حتى العطرية ديال البسطيلة ديال الحوت. انا ضفت باقي الحامض، وضفت يعني كما كتلاحظوا العطريه ديال الحوت، وبطبيعه الحال غادي نضيف باقي واحد شويه ديال الملحه، حيت ديك الكميه اللي درت في الاول بانت ليا يعني بانت ليا قليله. صافي غادي نخلي الحشوه ديالي على جنب. بالنسبه للحشوه الثانيه غادي نحتاج البورو، خديت هنا 4 ديال الحبات، غادي نقطعهم على هذا الشكل، غادي نديرهم في مقيله مع الزبده والزيت، غادي نشحرهم، غادي ندير معاهم شويه ديال الملحه، وغادي نخليهم حتى كيتشحروا. وغادي نضيف عليه هنايا هاد الفطر المعلب، خديت هنا واحد العلبه كما كتلاحظوا، غادي ناخذ شويه نقطعه. وغادي نضيفو على داك البارو، نخليه حتى كيتشحر شويه، حتى كيتشحر عندنا مزيان داك البارو هو والفطر اولا الشامبينيون ديالنا. صافي هنا ملي خليتهم شويه حتى تشحروا، ضفت عليهم خيزو، خديت 3 ديال الحبات محكوكين ودوزتهم في البلاصه يعني الغليظه، درت فيهم هكا شرائح يكونوا طوال هكا باش تجينا الخضره يعني باينه، ودرت حتى القرعه الخضراء حتى هي، درت 3 ديال الحبات ديال القرعه. وصافي انا غادي نضيف شويه ديال البزار، وغادي نضيف صوص نيوكمان ولا الصلصه ديال السمك، وهنا غادي نخلي الحشوه ديالي تشحر شويه يعني حتى كطيب عندنا ديك الخضره، غير ما نخليوهاش حتى كطيب مزيان، نخليوها تكون باقي قابطه هكا في راسها على هذا الشكل، ما تخليوهاش حتى كتعجن، حنا بغينا الخضره تكون هكا باقا صاينه باش نحسوا بها ملي كناكلوها. وصافي انا ضفت شويه ديال القطع ديال الحمض المصير، وضفت شويه ديال الزيتون المقطع، يعني هادو خليتهم حتى الاخر وضفتهم. صافي وكا كتكون الحشوه ديالنا رائعه يا البنات، كتجي لذيذه بزاف غير من ريحتها ما شهيتكم فيها. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعمروا بها البسيطلات ديالكم. صافي انا غادي نحيدها على جنب، غادي نخليها حتى كتبرد باش ندوزو دابا باش نمونطيو البسطيله ديالنا. صافي هنايا خديت الكفته ديالي وقسمتها على 7 ديال المرات، يجوني هكا يعني متساويين، وخديت هنايا الورقه ديال البسطيله. بالنسبه لهاد الورقه باش خدمت فهي متوسطه ماشي الكبيره بزاف. صافي انا غادي نحاول نقطع الجناب، وقطع شويه من الفوق هكا باش ما تجيناش الورقه تكون كثيره بزاف في البسطيله ديالي. وغادي ناخذ ديك الكفته وغادي نحاول نوزعها على الورقه كامل حتى الاخر كما كتلاحظوا. صافي وغادي نبدا نرولي في الورقه ديالي. بالنسبه للحشوه يعني ما ديروهاش تكون هكا يعني عريضه بزاف، تكون غير شويه. صافي وغادي نروليها على هذا الشكل، وغادي نقلبها وغادي نروليها على هذا الشكل كما كتلاحظوا، ما ديروهاش تكون عريضه بزاف، فانا غير كتبان هكا في الصوره يعني جات طويله، فهي ما طويلاش بزاف. صافي هنا شديتها بواحد الكاودو وغادي نخليها على جنب حتى كنكمل يعني الحشوه كامل اللي عندي بنفس الطريقه. فانا غادي نوريكم الورقه باش خدمت، فكنت خديت الورقه الكبيره وحطيتها في الثلاجه يعني حتى الغدلي باش نخدم بها، لكن ملي خديتها نخدم بها لقيتها كتهرس، وصافي واضطريت انني نكوموندي واحد الورقه اخرى هنايا في اوراق اللي هذيك خديتها في السوق. صافي وبها باش درت البسطيله.
صافي، انا غادي نوريكم الفرق. كما كتلاحظوا ديك الورقة الكبيرة وبهاد الورقة باش خدمت دابا، فهادي يعني صغيرة على هادي راه كبيرة بزاف. الا خدمتو بهادي الكبيرة يعني غادي تحتاجو غير وحدة، ما تحتاجوش ديرو جوج. صافي، هنايا ملي كملتهم غادي ندوزو الحشوة التانية. غادي ناخد الورقة، فهادي خديت الورقة الكبيرة بزاف قسمتها على 4 لهذا الشكل. غادي ناخد كل ورقة وغادي نحط فيها ديك الحشوة ديالي ديال الخضرة، وغادي نشد القناة بهذا الشكل هكا باش تجينا على شكل كموسة. وغادي ندير داك الكوردون نشد بيه الورقة ديالي، يعني حتى كطيب وغادي نحيدو بطبيعة الحال على هذا الشكل. وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل الحشوة ديالي ديال الخضرة. الطريقة راه سهلة وواضحة في الفيديو. كنطلع الجناب وكنشد هكا بالكوردون ديك الورقة، هذا هو الشكل ديالهم اللي كملت كامل ديك الكمية ديال الحشوة اللي عندي. وصافي، هنايا غادي نحطوهم في اللاطه. فهنا وريت لكم الشكل ديالها كيفاش غتكون، يعني كيفاش غادي نقدمها، يعني بهذه الطريقه باش غادي تقدم. كتحطوا ديك المحنشات هكا وحده حدا وحده، وديك الكموتات كنحطهم هكا في الجناب كما كتلاحظوا. وغادي ندخلوهم بطبيعه الحال الفران، يعني راه ما غاديش نطيبوهم هكا، يعني غادي نفرقوهم حتى كيطيبوا. وملي غادي نحطوهم في الطبق ديال التقديم ديك الساعه نعطيهم داك الشكل. صافي، وهنا ديك الورقه جاتني كما قلت لكم ما جاتنيش مزيانه، جات كطرطق حيت خديتها غير عند واحد السيده هنايا. صافي، وديك الكموسات كما كتلاحظوا راه ملي كطيب كنحيدو داك الكوردون وكيبقى لينا داك الشكل ديالها قبطه كفراسو. وهنا ملي كطيب بطبيعه الحال كل حاجه كتحمر بوحدها، وكتاخدوها وكتقدمها في طبق ديال التقديم. كديروا شي طبق اللي يكون كبير، فانا هاد البسطيله اللي درت يعني بالحجم الكبير. وصافي، وكديروها وكتدوروا لهذوك الكموسات، كديروهم هكا في الوسط وفي الجنب. وصافي، فانا حمرتها يعني حتى طابت، وعاود دخلتها الفرانه هكا باش تسخن وتحمرت ليا بزاف، حيت يعني بغيت يعني ديناها للبحر، يعني ماشي بحال الا كاينين في الدار. وراكم عارفين حتى ما صورتش باقي، يعني ما درتش ليها التصوير في الاخر ملي خرجتها من الفران، حيت كنجمع في المواعين راكم عارفين ملي غادي تخرجوا، ماشي بحال الا كاينين في الدار، يعني كتلقاو راحتكم. وصافي، وكتكون هذه هي الخريجه ديالنا مع العائله، وهذه هي العرضه ديالنا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا البسطيله البنات راه جات رائعه بزاف، وتجربوها غير بالرابعه ديال كل حاجه راه كتجي يعني متوسطه. فانا هاد الكميه اللي درت يعني راه خرجت لي بسطيله اللي كبيره بزاف، فغديروا غير ربع من كل حاجه وغتخرج لكم بسطيله اللي متوسطه وشهوه منها كتجي لذيذه بزاف. ما تنساوش تجربوها وتردوا عليها في التعليق. البسطيله يعني كتلقى فيها جوج ديال الحشوات اللي يكونوا مختلفين، الكموسات فيها ديال الخضره يا البنات رائعه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وديك الكفته حتى هي جات لذيذه لذيذه بزاف ما شهيتكم فيها. ونتمنى ان شاء الله تفاعلوا مع الفيديو توصلوا لاكبر عدد من اللايك، وتبارطاجيو مع عائلتكم واحبابكم. والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.